هولندي فوقاش فوق دابا الشيكاية اللي درتي بالراجل، شمن السبب اللي جعلك انه دير الشيكاية، ومن فوقاش حسيتي انه كاينه شي حاجة ماشي طبيعية بينهم وبين بعض؟ انا نهار الخميس اللي تقدمت شكاية للطلاق على المشكل اللي كان عانيه اللي كان عاني بزاف، لا انا لا ولادي. البنت ديالي حوالي هاد شهر تسعة المهم خمس دابا نقولو 20 يوم، من عاودت لي قالت لي انا اللي بديت جبتها الهضره، قلت لها كنوصيها زعما باش ما يتعدى عليها حد ما يهضر باش تحضي راسها. قالت لي اما ماما الا بغيتي تحضيني حضيني من بابا. يعني قلت لها شنو كاين؟ قالت لي هما اش هاد الشيء؟ قالت لي راه شدني في القنطره ديال هاد الجزيئه نتاع تبع له هاد الجزيئه اللي قبل الجدر في القوادس، وكاينه الشتا ذاك النهار كتصب خيط من السما، يعني الشتا بزاف حوالي هاد الشيء علاش كنهضروا عام، يعني تقريبا عام. شدها حيد ليها السروال دار لها، من بعد ملي جات طلقات لك شدها جرها قال لها الا عاودتي هذا الشيء لماماك غادي نذبح لك. مشات قالت لك ملي مشات للطواليت قالت لك سال من هاد الدم، انا ما بخبرش هاد الشيء كامل. انتقات هاد الاخرى عاوتاني صغير علي هذا الكبير شحال عندها من عام؟ هاد الكبيرة عندها 10 سنين، الصغيرة دابا 9 سنين بيناتهم العام وصافي. هاديك زايدة في 2009، الكبيرة 2009، الأخرى 2011، يعني عامين نفس التصرفات بعد اللي دار مع الكبيرة دارها مع الصغيرة. هادي قالتلك خرجت أنا ونهاد، خرجنا أنا وهادي من الكبيرة، مشى عند هادي هي الأولى عند اللي معاقة، ها هي غادي تعاود لكم كيفاش وقع ليها، واخا ما كتهضرش ولكن كدير بالإشارات شنو دار ليها باباها. عاوتاني رجع قالت لك الاخرى رجع ليها الهادي الصغيره، من بعد مشى قال جاب الجنويه في فاسميتو في الكراج ودار لها في العنق ديالها، قال لها الا مشيتي قلتي هادشي لماماك غادي نقتلك، وكيتصرف معايا شي تصرفات ماشي هي هاديك. خباو عليا قال لك علاش خافوا منه، يعني وكون غير قالوها لي في ديك الساعات نتصرف ما يوصلوش هاد الشيء، والحمد لله اللي قالوها في هاد الوقيته لا يصدق حامل ولا تموت هادي اللي ولات ضعيفه في صحتها وقطعات الماكله بزاف المسائل، دابا مدمره في النفسيه ديالها صدمات صدمات، يعني الحال مش سهل لا عليا انا ولا على ولادي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول. وكيقول لهم اللي كيوصلوا من المدرسه كيقول لهم مع دوك الاطفال اللي كيمشيو معاهم كيقول انا نوصلهم، انا نوصل وحدين كيقراو في تحضيري هنا يقرب لهاد الاضافه فين كنسكنو كيقول لهم انا نوصلهم، كيقول لي بنيات زوينين هذيك بنت فلان زوينه غير صغار كي راهي هو عيني غير في الاطفال، يعني هذا ماشي نورمال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللي وصل وليداتو، علاش يوصل ولادو؟ علاش انا ما توقعتش يوصل ولادو؟ الضرب كيضربني لا انا لا ولادو. واسيم هذا المعاق اللي كتشوفو قدامكم دائما الضرب، هذا هو سبب المشاكل اللي بيني وبينه، هو هاد الولد كنت حامله بهادي كيشدو ماشي ما كنقدرش نبدلو الحفاضات بداك الحمل، هاد الطفله اللي عندها 4 شهور كيشدو ماشي كيضربو مع الحيط ولا يجيفو، ملي نقول له راه ما كيبغوش الناس يحسنوا ليا الشعر ولا كيشدو هو كيجيفو من هنا ويضربو، ملي نهضر انا كيجي يجيفني انا. الضرب دائما كان عاني من الضرب، اذا عطاني شي حد لا زويته ولا سكر ولا حتى اللباس كيهزو كيهزنا سكر الزيت يدير الخدمه ديالو الطحين اي حاجه لقى في الدار كيهزها. فاش خدام كيخدم في البيال كيخدم فين جاب الله كيحفر البيال. شحال في عمره هو دابا؟ دابا هو زايد في 1976 زايد في 76، انا زايده في 79 بيناتنا 3 سنين. شحال انتم مزوجين دابا؟ تزوجنا ب 2020 سنه هادي، عندي معاه 6 الاطفال. ما حسيتي بانه كان شي تصرف؟ ما عمري حسيت، لا بالنسبه للاطفال زعما كان شي حاجه، مشى مؤخرا يعني قبل لا نوصل الشرطه نيت اللي زاد وتنينيت وشعل فيا العافيه اكثر، هي فاش مشى عندها حيده سلوى كيقول لها معليش واخا تكون ماماك، انا كنعس هنايا في المراحه وهي وهو جا عندها البيت كيقول لها معليش واخا تكون ماماك. يا عباد الله هذا ماشي المنكر بعيني اللي كنشوفه بعينينا، انا ما توقعتش يوصل وليداتو، ما عمرني ظنيت يوصل ولادو، الظلم كنعاني منه صبرت ليه.
هذا الجوع صبرنا، ولكن يعني فاش وصل وليداتو ما يمكنش، فين غادي نزيد؟ ما كان فين غادي نزيد؟ هذا التصرف ده، التصرف دارو مع ثلاثة بناتهم. ثلاثة البنات، لا لا حول ولا قوة إلا بالله. صدمة كبيرة، أنا مرضت ملي قالتها لي، عيطت الوالدة ديالي من الرشيدية جات عندي باش تهز معايا تشد لي الولاد، لأن صعيب عليا باش غادي نتحمل هادشي بلا ندي الوليدات من هنا. شي ستة راه خمسة دابا اللي عندي، واحد مشى هرب من المليلية كيضربوه هرب، قال لك أنا ما نجلسش هنايا دايما الضرب، ما كيخليش يقرا كتبه. كيقول سليمان زداف زداف بلا ما نذكر الأسماء باش على حساب المستقبل ديالو، ديما كيضربو ما خلاش يقرا، قال كمل. مشى المليلية وفي الخير، ولكن للأسف الشديد ضاع ضاع، ولا كيكمي ولا كيشرب، هاد الشي ضيع له المستقبل ديالو. هو كنت عندي الأمل، الأمل يكون هو راجل، ولكن للأسف. وكيعاونهم كيعاونوه الناس في القهاوي، كيعطيوه على حساب ولادو المعاونات، ولكن ما كيوصلش لا في العيد لا في الفطرة لا كلشي. الناس هنايا في جعدة كيعاونوه الناس منا ومنا، ولكن ما كيوصلش. كيقول كنخدم على راسي، عنده الفلوس ولكن ما كيبغيش يصرف، ما كيبغيش ينفق، عاد كيطمع فيهم الكسوة اللي صغيرة على البنت اللي تزات كيجمع. كيقول لك انا بلا ما نخدم نهزها الكسوة نبيعها غادي يجيب لي 100 درهم ولا 200 درهم صافي بلا ما نخدم، يعني كيستغلهم كيسعى بيهم. دابا الشكاية درتيها عند الدرك ديال الشكاية درتها عند الدرك، ومن الدرك مشينا للاستئناف. إذا الدرك الملكي ديال الزغنغة هي كل كلمة واه هي الزغن، الزغن لأن حنا تابعين لهم. من تما هبطوها للاستئناف. واه ولكن فوقاش عنده هو دابا الجلسة، عندنا فوقاش غادي حنا يخدموه. غدا غدا اللي عندنا الجلسة 16 في الشهر. ايوا كنطلب الله يشد في الحق، ولكن هاد البنات مساكين تدمروا نفسيا. لا هادي هادي بزاف، هاد الصغيرة تدمرات نيشان، ما كينعسوليش بالليل كيتخلعوا كيقول حنا الخوف. دابا داك الجنب اللي دار لها فعل قايم الله هو اللي كيهدي، كتقول لها ماما اجي دابا هادي، وحتى انا كنخاف دابا يخرج من الحبس ويجي يدير شي حاجة، شي مشكل كبير يذبحنا ولا يدير فينا شي حاجة. هذه مهزوزة كتقول لها ماما راه ذبحنا راه يدير لي داكشي، باش ما قلت لكش داكشي، باش ما قلت لكش ماما خبيت عليك، قلت لها كون غير قلتي لي نقدر ندير لك شي حاجة. ولكن الحمد لله الحمد لله، كنت الحمد لله اللي ما حملاتش وما زيدش عاد وليداتها ولا قتل لي هاد ولا دار شي حاجة، الحمد لله غير اللي. وكنتمنى من الناس ما يتيقوش، انا تقت فيه كنقول واخا كيضربني معليش نصبر فوجي وليداتي ما نضيعش وما نطلقش، على حساب على حسب زعما يكبر مع باهم، هادشي اللي كان الامل ديالي. ولكن ملي وقع لي هادشي كنصح الناس كاملين حدا وليداتهم من كل شيء، لا من باهم من كل شيء، من اقرب الناس ما يتيقوش، ما يتيقوش في هادشي اللي وقع. هادشي كنعاني منه صدمه كبيره، لا بالنسبه ليا ولا بالنسبه لما العائله، لا بالنسبه لكل شيء تدمر، كل شيء تدمر النفسيه ديالي، حتى انا مرت بهادشي. شكون اللي قبل غير الطفله راضيه؟ شكون اللي قبلهم مساكين؟ الضرب دايم المعاناه والجد والتاصيله والسبان والجوع، كل شيء عانينا منه. ولكن ملي وصلنا لهذا الشيء الاغتصاب ما كانش فين نزيدو، انا بغيت نتفاق مع علاش صافي ما كان فين نزيد. نتمنى ان شاء الله العداله تحقق ديالها، حنا كنامنوا انه بالمحكمه غادي ياخذ الجزاء ديالو ان شاء الله. ربي يتعاقب واخا يشد له مخزن، كنطلب الله ربي غادي يخلصو كثار، ولكن هذا مجرم خطير اللي كيدير المسرع يقتل يدير كلشي. طلبوا السلطات يدخل الناس الجمعيات يعاونوني في هذه الحاله، انا ما كنعرفش فين نمشي وما عنديش حتى الامكانيات. دابا الله غالب واللي حتى تنقل حتى المحكمه ديال السيناف راه صعيب عليا، ما كنلقاش حتى الطاكسي، كيلقاو ثلاثه البنات يعني اربعه بينا ما كيبغوش يركبونا، كيقول لك وملي تمشي حتى تما ما كنلقاش الطاكسي، كنبقى قاعده شحال فين غادي نلقاه، يعني الصعوبات في كل شيء. ولكن ربي يشد فيه الحق، ضيع لي ولاد وولادي ضيعهم، الله يشد فيه الحق، الله يشد فيه الحق، دمر عائله كامله المستقبل ديالهم وكل شيء. مساكين اش دارت هاد المعاقه؟ اش داروا هادو معصوم ما ذنب؟ واش دارت هادي؟ هجرت هادي هجرت هادي، ما داروا حتى حاجه. ملائكه استغل البراءه ديال الاطفال، استغل المعاقه ملي ما كتهضرش، علاش هجرت يا بنتي؟ ما درتي والو. اجل هذا ديما كيقول لك معوجين
هادو قلوده، هادو اللي ورثتيني انت قلوده. دايما العيال ويشدوا ويضربوا، علاش دايزه غير قدامه؟ ماشي دارت شي حاجه، ولكن غير دايزه قدامه، ولا مشات غير للبيت وهزات شي حوايج ولا شي حاجه ونوض يضربها. ديما الخوف فيها، ديما كتنعس غير عندي بالخوف بالخلعه. ايوا كنتمناو إن شاء الله العدالة تاخذ الحق ديالها، حنا عندنا ولا الثقة بغيتي في يعني القضاء. تهضري وتقولي ما تخافيش، ربما يكون عندنا شي باب. انت على خير، هضري انت اللي واعيه، الله يستر عليك. هضري اللي هضري كاينه، غير قولي، غير الوجه قولي. الوجه ديالك ما غير شي باب، ما غير غير شي الهضره باب، ديالك هضري وصافي. انت بعدا. هي ما بغاتش لان هي دمرات نفسيتها، ما قدراتش تولي صغيره. هضري قولي هضري، شنو ما وقع، غاديش شنو باب، وقع، شنو وقع، شنو وقع، ما يقولي شنو وقع لي. والو قولي، ولكن غوتي شويه ولا جي حداك. غير قولي ما تخافيش، غير زعلي، غير قولي يا بنتي. هضر، ليه على اشنو؟ غير هضر ما تخافيش. ماشي انت ما تهضرش على الجاه، هضري انت. هي هنا خوتنا هادو بيعاونونا. هضر يا بنتي، قولي، هضري عينيك وقولي. كان هذاك السوس صيفطات لماما، كان هذاك النهار فيه الشتا، كان داك النهار فيه الشتا صيفطات لماما باش يوصلني. وكانت ديك الساعه كانت واحد القنطرة في التجهيزة، وكان تما واحد الواد والتاني تما، وحيد لي الصوان ديالو هربت له. هو شدني وقال لي، قال لي الا قلت هادشي ماما غادي ندوز كتبت من المدرسة. عاد مشيت من المدرسة وهو سال لي الدم، ومن بعد هادشي معاودش جا عندي. مجاش مرة وحدة، مرة وحدة غزلان. غادي تقولي شنو دار لك بابا؟ قولي انتيا، كي ضربك؟ كي دار لك؟ ضربك ورينا بنتي، كي ضربك؟ وهنا وهنا حيد لك سروال، ما حيد لك، حيد لك سروال. دير ولي كي دار لك باباك؟ ورينا ورينا، حيد لك باباك، حيد لك سروال. وقفي قولي لي كي دار لك باباك. قولي لها نهاد، سيري ليا قولي لنا بنتي. اجاك تما، داك تما نحيد لك الطبلة. قولي لي بنتي شنو دار لك، جلسي تما. قولي لي شنو دار لك بابا. قولي لي تما، تما قولي لي شنو دار لك بابا. كضربك حيد لك السروال، ورانا حيد لك السروال. كي دار لك ورانا باش نمشي. واش اخو مليحي ديك السروال كي دارك بنتي؟ وري لي، وري لها نهاد، وري لها نهاد، ورينا غزلان. نعمود دابا خلي على خاطرها.